مرة كنت في المدرسة طبعا أنا من عشاق النوم يعني قال المعلومة خلاص أيوة طبعا الجمهور فمرة في حصة تقريبا الرابعة أوكي مسكت معايا مسكت كذا معايا إني أخرج برا المدرسة يعني مسكت يعني أنا كان عندك كم سنة؟ أعتقد في الثانوي آه. أنا شاطر ترى فمسكت إني خلاص أبغى أخرج من ال أبغى أهرب بسوي خطة إني أهرب خطة الهروب خطة الهروب ما شاء الله ابننا أيوه الخطة متى يعني بدأت الحصة الثانية والهروب في الفسحة يعني لازم في هذا الوقت سهل يا جماعة سهل ورد محمد لساك الصفر اللي هتروح فرحت ايوه فرحت عند واحد من اصحابي فاعطيته قلت له لازم ترى خلاص انه انا ابغى اطلع ابغى اطلع طب انا في سؤال بس يا حبيبي انت ليه عايز تهرب من المدرسة؟ ما مسكت يعني واحد مسك خلاص يا جماعة خلاص ورابعة ابتدائي مختلف ده ايه ده؟ لا لا مو ابتدائي ثانوي ثانوي؟ ايوه ثانوي انتوا عندكم رابعة ثانوي؟ لا فهمني التعليم بعدكم ثالثة ثالثة ثانية طيب فكلمت صاحبي هذا مبدع في الخطط التكتيكية له اسمه ايه عشان لو عاوزناه برضه ايوه هذا اسمه ماجد عبد الستار طب تحية لماجد عبد الستار ماجد عبد الستار طبعا ماجد الان مبتعث في مدينة كندا اوكي عندي رزق بالفترة رجع فرحت كلمت قلت يا ماجد انا ابغى خلاص ابغى اشرب المدرسة احنا نقول انا اشرب يعني يهرب يا جماعة فماجد قال لي الخطة جاهزة من فين؟ في سلم الطوارئ في اخر دور تقريبا الدور الثالث او الرابع في الطاولات والمواصلات والكراسي موجوده فايش مسوي ماجد؟ جايب السلك الطفايه ما ادري ايش مسوي ومقفل يعني ماسك الحديديه حتى لو نقزنا من اعلى دور لو قفزنا من اعلى دور فماسك السلك الطفايه وبالفعل الحصه الثالثه انا انتظر انتظر حتى في الحصه الثالثه كنت شارد برا رايح تحت عند الشباب يلعبون كوره ما كوره فانا يعني احاول اني اتفادى يعني انت ليش يعني يجي يسال انت ليش خارج فتكون في الاجوبه جاهزه وانا من النوع اللي ما اعرف اصرف الا لما يكون في فوق يعني في وقت الحدث طب محمد انا هقطع كلامك عشان بيتر رجع تاني معانا ما يا حبيبي مفيش بيتر كمل كلامك بس تحاول تكلمنا تاني فالمهم وجات موعد البريزن بريك البريزن بريك ايوه خلاص فبالفعل اطلع اول مثلا اشوف مدرسين يجون وانا خلاص خايف فصرت خلاص امشي وبعد افكر في الموضوع فطلعت لين الدرس الثالث فتح الشباك لا فيلم ايوه فتح لي الشباك والله العظيم وانا وماجد وطبعا انا مهرات معايا خمسه انا معايا سته انا واحد عيد فصرنا ننزل واحد واحد على السلك الى المدار الاول المدار الاول ننزل على الشباك من شباكات الارض نزلنا فواحد واحد نزلنا انا كنت اخر واحد وانا ما نزلت وانا ما نزلت جاب من الاسماء شوف يا طبعا بعيد على ماجد ساعتها هم خلاص قول يا ماجد فانا ايش سويت؟ فخلاص انه نزلت فتحت يدي من السلك مهم من السلم من نفس السلك الطفايه سلك الطفايه نزلت على الدرج الثاني من الدرج الثاني دخلت على المدرسه وخلاص انه الاستاذ شاف انه يعرفني فخلاص الجريمه مكتمله لسه فيك لسه خلاص فطلعت مع بابا الرئيسيه يعني احنا نقول بالعربي خلاص انا شارد من المدرسه انتهى الموضوع وانا خارج من المدرسه ومعايا الكتب ومعايا كل حاجه داخل في عندنا يعني اشوف الناس اللي يخرجون برا المدرسه انا طالع اشوف العيال اللي معايا بس اسيب تحت الباصات انه هو خلاص بقى فلا انه خلاص هيتمسكوا هيتمسكوا واحد يتمسك لا هم بيصير عشان يصير ما في احد يشوف تخبوا هم تخبوا تحت الباص يعني فصرت انه فصرت اطالع فيهم واضحك فهذه يعني من المواقف المصايب والنوادر لكن برضه خلينا نرجع ما عندي نوادر ترى ما عندكش نوادر تاني ما عندكش في مصايب مصايب دي اكبر من نوادر انت بتتكلم في نوادر محمد مصايب لا خلينا نرجع لين الموضوع اصطلح كده هل انت بعد ما